نوري محمود باكر مصطفى شتا، في المجموعه دي كلها مين اللي كان دمه خفيف؟ كان في واحد اسمه الله يرحمه محمود بدوي. محمود بدوي محمود بتاع تهريج والبوري. البوري ده داهيه ده البوري الله يرحمه، كان يعني. طب ما تقول لنا كده المواقف الحلوه بقى وانتوا في السفريات، وانتوا سواء في المنتخب حتى في بطولة الدوري سنة 66. البوري كان ينكش 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 مع أي حد، ومحمود بدوي كان برضك يحب التهريج يحب التهريج ويحب الحاجات، يعني رجولة وحب وحاجات من ديت يعني. كان فترة كانت جميلة قوي، جميل حلو جدا جدا كل جدا الناس جدا بتحب بعضها. لا، وكان يخافوا على نادي الأولمبي وخافوا وفي المنتخب. احنا ما كنا النادي في بنقف في الصف في نقول تحيا مصر، كنا لازم نعيط لازم نعيط. تربية عسكرية نعيط، وهم بيقولوا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، احنا دموعنا دموعنا دموعنا. برغم ظروف النكسة كنت لسه صغير، ما كررتش الاعتزال، لكن الاعتزال كان سنة 73. 73 كان عندي 29 سنة داخل في الثلاثين. اتضربت في ركبتي اخر ماتش بلعب مع نادي الزمالك. كان الخواجه كان لسه اول ماتش يلعبه، وبطلع فوق ونزلت ركبت لورا، قلت لا احترم نفسي وبطلت الكوره. بعدها ودخلت بقى في مجالات تانية بقى. مدير كوره في نادي الاولمبي. لا دخلت في مجال تانية، دخلت عضو مجلس اداره. بعد 73 وبعد الاعتزال يا كابتن مصطفى، حضرتك اتجهت لايه بقى؟ اتجهت الاول خدت دراسات تدريبيه، تمام، وبعدين مسكت قوات في القوات المسلحه بصفه حكم عملي، وبعدين جيت عضو مجلس اداره، وبعدين وانا عضو مجلس اداره طرحوا عليا ان انا ابقى مدير كوره. وهو بقى كل واحد كان المجلس ما كانش على مستوى اللي هو كان سليمان عزت. ومع ذلك نجحت بلعيب بمدرب اسمه فتحي النحاس، وكان في مشكله مع المجلس فاضطريت ان انا اخلص. كان في قضيه مرفوعه، دفعت فلوس وخدتها بعد كده. ونجحت في الفتره دي؟ في الفتره ديت نجحت، والمدرب اللي كان معايا صراحة كان واد كويس قوي الله يرحمه الله يرحمه، وكان معايا السيد محسن ومعايا شوكت. جه في الفترة دي الدور الأولانية احنا والأهل الأول، جيت للمجلس قلت لهم ندي دفعات ندي كذا ندي كذا يا جماعة كذا، قال لك هتعودوا مع الفلوس، يبقى نادي الأولمبي ايه ما عندناش فلوس، لا خليها كده. فيا جماعه نلعب على بطوله، وانا بقول لك انا جوايا متربي من سليمان عزت الاول، دايما على النجاح متربي أنا على النجاح ادور على الاول. تربيه عسكريه ما عنديش انا. عمليه ان انا ليه ما احنا خدنا الاول، ليه ما نبقوش الاول. مجلس الاداره كابتن، وهو نجاح اي عمل زي نادي الاهلي ما هو ناجح بقدر